السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ عبد الكبير من مدينة الدار البيضاء، شخص من ذوي الإعاقات. إعاقة ديالي إعاقة بصرية. المستوى الدراسي ديالي حاصل على الإجازة في القانون العربي الخاص بكلية الحقوق المحمدية. الهواية ديالي أنا فنان موسيقي، عازف على آلة الكمان، وكنشتغل مع إحدى الفرق الموسيقية سواء من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة. صراحة أنا كأصالة عن نفسي ونيابة عن باقي الإخوان أصدقائي المكفوفين اللي توما كيعانيوا من نفس الإعاقة، بكل صراحة إحنا كنعانيوا من ظروف يعني داخل المجتمع. هذه الظروف هي اجتماعية اقتصادية، ظروف صراحة حتى ظروف إنسانية بكل صراحة. يعني كنحسوا بواحد الإحباط، بواحد التشاؤم، وبواحد الإكراهات بكل صراحة، إكراهات يومية، لا سواء في الشارع، سواء يعني داخل بعض الإدارات ملي كتمشي تبغي تقضي مثلا شي مصلحة ديالك، سواء يعني كنحسوا كاين هناك في الحقيقة واحد الحيف، واحد الظلم، واحد العدوان، يعني واحد الرفض. يعني كنحسوا بان راسنا حنا مرفوضين، رغم اننا كان زعما كنبذلوا مجهود. حنا ماشي دوك الناس زعما اللي كنتسولوا الا كنطلبوا مثلا الصدقات او لا كنبغيو مثلا، حنا بالعكس الناس اللي كنطلبوا العفه وكنبغيو نقراو. حنا ناس اللي عزيز علينا العلم وكنبغيو ندرسوا وكنبغيو نتعلموا، كنبغيو نتكونوا، كنبغيو واحد العدد ديال الامور. ماشي زعما كنبغيو غير نبقاو باركين في ديورنا ناكلوا ونشربوا وباركين بحال الانعام، لا، حنا كنبغيو نشاركوا في الحياة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية. وبالتالي بكل صراحة خص الدولة هي تعطينا فرصة، لأن المعاق باش يمكن له يعطي راه خصو تعطاه فرصة، لأن لما عطاتوش الدولة فرصة، إلا ما كوناتوش، إلا ما سهرتش على التعليم ديالو، خاصة المكفوفين، هاد الناس اللي ما كيشوفوش، لأنهم كيقراو بواحد الطريقة صعيبة وصعيبة بزاف، لأنهم كيقراو بواحد الطريقة سميتها طريقة برايل. وهذا الكل راه يمكن كيعرف هذه الطريقه، هذه يعني الطريقه كنكتبوا بواحد لا ماشين، يعني اللي كتخرج ديك الكتابه يعني بارزه، وكنقراو الحروف، كنكونوا الجمال، كنكونوا المواضيع، وهكا باش قرينا حتى في الجامعات وحتى في الادارات. مثلا بعض الاخوان الموظفين ملي كيخدموا راه كيخدموا يعني بهذه الطريقه. وبالتالي اليوم الحمد لله ولات التكنولوجيا يعني متقدمه، يعني ولاو الاخوان يعني كيشتغلوا بالهواتف الذكيه، كيشتغلوا بالحواسيب كذلك. يعني الاخوان امام هذه التكنولوجيا المتقدمه ولا عندهم ما يديروا بكل صراحه، سواء داخل الادارات، سواء داخل الجمعيات، سواء داخل المجتمع برمته. يعني الاخوان المعاقين قادرين يعطيوا، قادرين في شتى المجالات، سواء كانوا مكفوفين يعني ذوي اعاقات حسيه، او سواء كانوا ذوي اعاقات حركيه. ولكن اللي خصو يكون هو ان خص الدوله او الوزاره الوصيه على تنميه هذا المجال ديال الاعاقه خصها تعطيهم فرصه، لان حتى هذا المجال ديال الاعاقه راه ممكن الدوله تستثمر فيه، ممكن تدر منه اموال طائله، ممكن يعني سميتو. ولكن الا اعطات لهاد المعاقين اعطاتهم فرصه، يعني ما نبقاوش نشوفوا دائما ذاك المعاق هو ذاك الانسان اللي كيبقى غير بارك في الدار، باغي غير الصدقه، وباغي غير اللي يعطيه الفلوس وياكل ويشرب وينعس. لا، المعاق راه ما تلاش بغى هذا الشيء، هذا المعاق بغى يشارك في الحياه، بغى حتى هو يحس براسو انه كيلعب واحد الدور داخل هذه الحياه. راه كاينين بعض المعاقين منا حنايا، كاينين والله العظيم كاين بعض المعاقين اللي هازين اسر، رغم انه كتلقاه ما كيشوش، او لا كتلقاه مثلا عنده اعاقه حركيه ما كيمشيش، او هذا، ولكن كتلقاه متحب من المسؤوليه ديال الاسره يعني، وكيصرف عليها، وهذا من ماله الخاص، ولو ان الدوله ما كتعطيه والو. المهم اخويا، انا كنعاني من واحد الكريمه دالي 7 سنين، وعندي الحكم، وعندي ذاك محضر الامتناء، امتنى باش يرجع لي الكريمه، يعني وديت الرساله الى العمله ديال النواصر، يعني ما طرقوا علي الابواب، ويبقى الا الله سوى الله وبابكم الكريم، الا سيدنا هو اللي غيحل هذا المشكل. وانا دابا راه وصلني ل 30 بره تندق في الشهر ديال فقر الدم، مرض مزمن، ووصلني للطلاق الشقاق، وانا بنتي 5 سنين وانا كنعاني، ما كيعطونيش بنتي، وانا لا تحمل هاد المشكل ديال بنتي، انا كما كنتحملو كيتحملوه هما، هما اللي خاصهم يتحملوه اهمال الاسره، انا لا اتحمله، ويتحمل هذاك اللي شاد لي الكريمه 7 سنين، وانا تخبطوا في هي باش كنعيش،
وصلني الطلاق، وصلني جرجرني يعني ظلمني واحد التظلم. جيت للولايه درت شكايه، سدوا عليا الباب، العمالة تاع اقليم نواصر يعني ما توحد ما شد بيدي، توحد ما عقل عليا، توحد ما رحمني سوى الله سبحانه وتعالى. انا كنوصل هذه الرساله لهذا اليوم المعاق، يشوفوا في المعاق وحنوا في المعاق، حتى هو راه منتج يعني يعطي لهذه البلاد، ماشي يعني يظلموا وحقروا وكيعاني بزاف بزاف الحوايج كيعاني منا، لا من التطبيب لا من الصحه لا من بزاف الحوايج كيعاني، كيعاني من اي اللي كتطرح على البال ديالكم. لا حول ولا قوه بالله، راه لا يعني من الطوبيس من التران من بزاف الحوايج كنعانيو منا، كنلقاو العنف كنلقاو الاداره كيسدوا الابواب وجهنا، ما كاينش اللي كيسمع لك، ما كاينش اللي كيهضر معاك، ما كيعطيكش هذاك الحق ديالك تهضر. والله يخلينا سيدنا الله ينصره، هو اللي عطانا ذاك الهيبه.